فيلم جديد شايفه بقول البرهان قال ماشي يحاور قحط. تحاور قحط في شنو؟ لانه ما قعدت تقول انا ماشي احاور شبيه حميدتي، لانك انت اوريدي عارف نفسك حميدتي مات، اوكي؟ ما حتقدر تغش الشعبي ده اكثر من كده، ولا حتقدر تغش العساكر والضباط. تحاور قحط ليه يا البرهان؟ قحط دي انسلط قلبه وعدله ما حترجعوا ما حتحكمنا. تمشي تحاور اهل قحط دي ولامرنا ولامر الشعب السوداني والجيش والبلد؟ قحط ما بترجع يا برهان. الحين ما عارفين زمان قلنا انا مشيت مشيت حمدوك وقعد شوفوا لا حاجه البلد دي لو تتحرك شبيح حميدتي وجي صالح وحمدوك وقعد ما بيرجعوا. والله مش انت ومش غندور ومش كرتي والامارات الدنيا دي كلها ما حترجع قعد ثاني تحكمنا يا برهان. يبقى ماشي ليه؟ ماشي ليه؟ واصل ما احنا عارفينك انت اشتريت قصر تركيا ده ومشيت قعدت هناك وعملت لك ملخيه عسكر غيره عشان تلعب بالبلد دي عشان ما في زول يقبضك ولا يحاسبك، اوكي؟ لكن اعمل حاجاتك دي معهم هنا في دوله ثانيه. اعمل شفت امورك دي في دوله ثانيه ما في دوله اسمها السودان، انت ما مفوض. انت ما مفوض. حنشتغل حمله بعد كده. البرهان غير مفوض من السودان، عندنا جيش وعندنا خارجي وعندنا شعب وعندنا كلمه. لا انت لا قحط لا شبيح حميدتي وجد صالح ده بيجونا راجعين. فهمتني؟ وشوف لها البرهان على ما في خيلك تركبه. حتى قال لك قال البرهان جنتي ودنا اهله كلهم كلهم جزء مشى امريكا وجزء مشى القاهره وبريطانيا وجزء مشى تركيا اديته من جنسيه تركيا. انقل اهلك. تفتكر الله حيسيبك فاللي انت عملته في البلد دي في الشعب ده؟ يا اخي انت خسرت حتى ملفك العسكري، خدمك العسكريه خسرتها، تركت تاريخ اسود لاولادك. حينفعك شنو؟ يمكن بكره دي تموت كلها شبر شبرين وحتموت تمشي. تركت شنو؟ تركت ملف وسخ جدا وراك، تركت ملف لاولادك بكره ينبذوا له لجنه جنه، فهمتني؟ عملت شنو يعني؟ ما عملت شيء، لكن احنا ما في كلمه حتمشي فينا. لا قحط حتجي، لا حمدوك حيجي، لا عرمان حيجي، فهمتني؟ ومش غندور وكرتي هناك قاعدين معاهم؟ والله ما يجوا ولا حيحكمونا. وقول لي غندور وكرتي خليكم قاعدين، وبعدين انت بتقول انا عايز اكون حكومه حرب، والله ما بتتكون. والله شفت قحط ما بتجي على راسنا، والله ما بتجيب لنا حكومه بقحط ولا بغندور ولا بكرتي ولا بشبيح حميدتي. ما كانت تطلع تقول والله انا ماشي اتحاور مع شبيح حميدتي، طبعا لانك حتطلع كذاب، لانك انت اوريدي عارف حميدتي مات، ماشي تحاور قحط، تحاور قحط في شنو؟ قحط دي اسقطنا زمان اسقطنا وتحدثنا بالاطار وساطت الدنيا دي كلها، وبعد هددونا بالحرب وطلعوا كده ركبوا الطيارات انت ما وقفتهم ولا مسكتهم ولا دخلتهم في السجون، ماشي تحاورهم على شنو؟ حاولوا معلش شنو؟ احنا ما عندنا ولي امر، ولي امرنا الله ده بس، فهمتني؟ لا انت لا القحاته، والله ما بترجعوا البلد دي، والله ما بترجعوا البلد دي. يتكلم بالصفه دي نحن ضدك. لكن ما الرخيص يعني زي ما قالت واحده كده شاعره، الرخيص ما بيبقى غالي، انتوا الله خلقكم للرخصه. قلت لي كيف؟ المدينه الرياضيه قال من الذي اطلق ده؟ قال ليك نحن بنعد ليا 3 سنوات. سبحان الله كويس نكمل الباقي دقيقه. طيب المعركه دي الان ورثنا الشيء من الحق منها احنا جالسين فيها من ليله 3 سنوات. حرب جاي واخر معركه نادانا 8 قرون. برضه يا شباب كان كاري القبائل التهرس الان تقول العرب تقتلوا دين القبائل دي منافقه. الفور مظلوم قاعد، الدمغاي قاعد، سلطان مساليك جنينه قاعد، سلطان مساليك جنينه قاعد، ملك مساليك جوحانا قاعد، سلطان بدري برتي قاعد، كله ناس ده فوق لمينا وشينا ادينا الخصم في الخصم الجمهوري. القياده العامه كلنا في الله 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 يا محمد عطا الله لك التحية. والله بس أنا لما أبتدي في السرد يعني ما بقدر
بعين الكومنتات، فبعتذر لك جدا وانا اسف جدا. طيب شباب، انا 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 دار اصلي شنو انه نحن لما نفضح قحط والجنجويت باعتبارهم كان جزء من الكيزان، انا ما دار الكلام بمهاترات. نحن طقينا ضب وسيطرنا هنا وموقعنا كم وجدول 6 و6 و6 بساوي كم، ده انا ما دايره. انا داير افضحك امام الشعب السوداني، انا داير اي قحتاوي منافق ضاب هو إبليس سوا، لما نيجي يقول لي والله الحرب أقول لي لا لا تعال تعال يا خيبر رجع، تعال يا جواد يا الساكت عن شرف أخواتك بيغتصبا وبلدك بتنهب وبتسرق. إنه فكرة منو الأبد الحرب الأولى، أول كل علمك نحن الكيزان ديل حكاية ضده ومطلعنا دي مسألة منتهية، ودي أنا عشان أعيد لك وقعد بر حتى دي ولا دي اللي تقول لي أن فلان اللي أنت فعل بيك الأفاعيل هذا المجرم الإرهابي رأيناه ودخل لأهل بيتك حتلتمس العذر. لا يا جماعة والله يمكن دار يشرب موية ما تسألوا يا ابني آدم، دا رأيناه ودخل إلى غرفة النوم. لا يمكن يا جماعة والله دار يشرب له موية بارد كده وعايز يشوف المراية الكبيرة وشه. يا ابني الحلال دغد وجدناه في ومع ذلك لو تقول الضبح القحات النتن العفن بيبحث لعن دليل. والله العظيم صدقوني، انتوا عارفين انا كرهتكم ليه؟ لانه عادي من شرف. انا لو ما الحرب دي، انا لو ما الحرب دي بدات وانه كانت الامور بالشكل العادي الاول، يا اخي ما خلاص زيكم زي التانيين، يعني نتصارع في الحياه دي ونضحك وكل واحد يغش التاني ويضحك على التاني الموضوع ينتهي. لكن ده موقف، موقف بمر على الدول وعلى الامم بعد كل كم قرن من الزمن. نحن الحرب اللي حصلت لينا في بلدنا دي من فظاعته وما ارتكف فيها وما وسخ من جرائم ومن حاجات سيئه جدا يسجل في التاريخ الاسود، حتقراه الاجيال لسنين ولقرون جايه. والأسوأ من ذلك انه حيكتب انه الطرف المدني نسلال الحرب كانوا جزء من الحرب دي. طيب حارجع للشعار عشان الزمن ما يتوهك وتقوم تسرح اكثر يا مسلم. نحن سلمنا وعارفين تماما انه الجنجويت السلطه دي ارضا ومالا وشعبا وبنساء وبكل حاجه عايزين يستبيحوها تماما. نحن مقتنعين تماما وده ما يزعدنا ويخلينا نطمئن انه فكره الجهاد لكل سوداني عشان يدافع عن حياته انه لازم ينتظم في ثورته الجديده اللي هي المقاومه الشعبيه، دي حاجه ما محتاج انت تقولها له عشان تخدم جهه ما، لا ابدا. هو وصل الى درجه من الوعي، ودي الحاجه الخلط انه المجموعات دي يصيبها الصراخ، يصيب الحاجات الثانيه اللي بتكون في المعده، يعني بتخليه يبقى ماشي وجاي، عرفت كيف؟ لدرجه انه الناس دي بيجوا يطلع، يعني شوف بالمناسبه بيقول لك الكديس، يعني ما بقول نياو كده بصورة مؤلمة إلا لأنه يضعصر في الضنب ويتفجق أو يتقطع أو يتبتر، عرفت كيف؟ أنا لقيت مجموعة كبيرة جدا في اليومين ديل طلعوا وبهاجموا ياتهم الله يفاتية وإنت يبتعين الميديا. لا وأنا بقيت أسأل نفسي، هو التيك توك البسيط ده الناس اللي بتدخل وبتقدم فيه كلمة هو أصبح مؤلم وحر للدرجة دي؟ أنا هنا تأكدت إنه من منصة التيك توك إذن تطلع الفضايح ويطلع الوعي وتطلع التعبية للشعب. عشان كده الواحد لما يجي يقول لك يستفزك وإنت كالراجل ما تمشي الميدان، والله نحن شدة ما رجال، والله ما في داعي نثبت، لكن إحنا وريك دورنا اللي بنديه وشنو. نحن بنطلع هنا عشان نفضحك، إنت أوريك مغيوز من شنو، إنه الملايين من الشعب السوداني ديل انت دايرهم يكونوا قاعدين سنجل بدون سلاح، وإنه قحتي تشتغل لك تعبية يا ناس، بدل ما تحملوا السلاح أفزعوا أنزحوا كونوا لاجئين خلوا بيوتكم فاضية.
طبعا الطلب ده بالنسبة للجنجويدي عز الطلب. أنا الله خلقني للربا والتلاف، مجرم عصبجي نهاب لا أمارس غير السطو. لما القلي طرف يقوم يفزز الناس من أماكنه، ما 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 ده مشروعي طبعا. لكن لما أجي يكون في إعلام بيحدث الناس اللي هم أساسا مقتنعين لكن عايزين مزيد من فضايح الناس ديل، عايزين مزيد من انه تدي حقيقة الجنجويد، عايزين مزيد. يعني انا الليلة لما نجي اسمعك الفيديو اللي قبل شوية ده عن ناظر الترجم، انت لما تكون قاعد في الغردية الفلانية، القحتاوي والمليشة عايزك تكون شنو؟ عايز يكون بينك وبين الجيش في فجوة كبيرة عشان الجيش يواجه الدول والكارتيل ده لوحده، وانت كل ما بعدت يقدر يلعب على اعداداتك. لكن لما اجي اوريك فيديو لعمد وكانوا بيقول لك نحن الحرب دي كجنجويد بنعد لي قبل 3 سنة، يبقى انا رسالتي وصوتي بالله وامان عليك مش اصبح تماما كالجندي في الميدان اللي بيحمل الطلقة، لكن ديك داك بيحمل طلقة فيها بارود وانا بحمل طلقة فيها كلمة وفضيحة وتعبية للمواطن. اتخيل واحد عمك كده وقاعد مع اولاده وبيسمع كلامي ده وبيسمع التسجيل ده، بالله هون احنا قحت شغالة تغشنا الحرب البدو الكيزان ومنو البدا الطلقة يا زول؟ يعني الشغلة دي مرتب ليها من 3 سنين؟ يعني نحن لو قعدنا كده وانتظرنا غدرنا معنات اموات، معناته من اعداد المفقودين. يا ولد قوم اربط قاشك وشوف المقاومة الشعبية وين. قحتي ما عايز الكلام ده، ما عايزك تشتغل وعي كده. الجنجويدي دايرك انه الشعب